شجناء البلاد جهد وعرق وإخلاص وأمانة وشرف. ازرعوا الأمل في نفوس الناس، وإحنا مصرين على إن إحنا نبني بلدنا. سيناء، بوابة مصر الشرقية ودرة تاجها، عادت إلينا بتضحيات الرجال لنكتب فيها التاريخ من جديد، للاستفادة من ثرواتها وإعادة بناء مجدها من خلال رؤية سياسية عازمة على إقامة مشروعات تنموية عملاقة في كافة المجالات، لنحفر سطوراً مضيئة وواعدة لمستقبل سيناء، ليعم الخير على كل مصر. حيث اشتملت مشروعات التنمية في سيناء على منظومة أنفاق هي الأضخم في تاريخ مصر، وسلسلة من الكبار العائمة لخدمة المناطق السكنية التجارية الحيوية بين الشرق والغرب. والآن الطرق هي الشرايين التي تبنى عليها المجتمعات العمرانية الجديدة، فتم العمل على قدم وساق بإنشاء شبكة واسعة من الطرق، حيث تم إنشاء 26 طريقاً بأطوال تصل إلى 2022 كيلومتراً. في مجال البنية التحتية، تم تطوير مطار البردويل الدولي للأغراض المدنية، كذلك إنشاء مدن سكنية وتجمعات بدوية متكاملة مصممة على أحدث التقنيات شمالاً وجنوباً. والعديد من المدارس الجديدة والمعاهد الأزهرية، إلى جانب رفع كفاءة المدارس الحالية، ووضع حجر الأساس لمستشفيات مركزية جديدة، ورفع كفاءة المستشفيات الحالية، ونقاط الإسعاف والوحدات الصحية، وتوفير عدد كبير من الأجهزة الطبية. ولأن المياه هي مصدر الحياة، فلقد أنشئت العديد من محطات تحلية المياه والآبار وصحارة سرابيوم لإنبات بذور التنمية، ظهرت ملامحها باستصلاح وزراعة الأراضي الرملية وتوفير آلاف شتلات الأشجار المثمرة لزراعة آلاف الأفدنة. ملاحم من العطاء تجلت في انطلاقة نوعية وكمية من خلال زيادة خطوط إنتاج مصنع أسمنت العريش ومجمع للرخام والجرانيت بالمليز والجفجافة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية برفح، وكذا تأهيل البنية الأساسية للعديد من المصانع. وجاري العمل في مشروع تنمية شرق بورسعيد في منطقة شرق التفريعة، وإنشاء أرصفة بحرية ومناطق لوجستية وصناعية وسكنية ومزارع سمكية. ولأن شباب اليوم هم محور الاهتمام، فتم الانتهاء من إنشاء المدن الشبابية بجنوب وشمال سيناء. سيناء حلم وطن سيتحقق بسواعد أبناء مصر المخلصين وإرادة شعبها وتضحيات جيشها وعزمه على قهر المستحيل.